بي يا شباب، الاي تي بي هو ده جاينت بليتلت، وديت شيستو سايت اهيت والكلام من ده. طيب الاي تي بي اذا دايجنوز اوف اكسكلوجن يعني ايه؟ ومش لازم ويزاوت بالمر، مش لازم تعمل بمش، مش لازم ده، انت ما تعملش، انت ما فيش دكتور يرضى ان ابنه يتشك بوم مارو عشان حاله اي تي بي، هي رغم ان هي تخوف فعلا، يعني واحد بريتلت 50,000 وكذا، بس انت بتبقى بقى مركز، واد صغير ما فيهوش اي حاجه، ما عندوش كذا شكو، البتاع ظهر اكيوت، إيه ما فيش سبلينوميجالي، ما فيش مش عارف ايه، خلاص هتشك بوم مارو ليه بقى؟ خلاص هو العيان ده عمل لك سي في طلع فيه شو سايد مش عارف ايه، او خلاص البريتلت ممكن تبقى اقل من 20,000، هو تخوف صراحه يعني. إيه لكن الاي تي بي من ضمن الحاجات برضو اللي نعمة ربنا تدي له الاسترويد ريسبونس دراماتيكالي. يعني ايه دراماتيكالي؟ يعني عارف انت اللي ايه، في حاجات كده في الطب بتتعالج تلاقي الواد، عارف انت لما يجي مثلا عيان عنده غيبوبه سكر وتقيس السكر تجي لك المستشفى شايلينه ميت، يوم الحق دكتور مش عارف داخل عليك، ركب جلوكوز، قيس السكر تلاقيه واطي، ركب جلوكوز، ده العيان قايم كده في ايه؟ في ايه؟ وماخد نفسه شايل البتاع وماشي. يعني من الحالات الايه؟ ده كذلك العيان هوب خد الاسترويدز تلاقيه سبحان الله رد كده على طول. ده لو عمل كده يبقى ده من العلامه ان انت ماشي صح. برضه من ضمن الحاجات ان البليتلت بتفلكتويت، يعني ايه؟ عملت بليتلت النهارده 30,000، تاني يوم الاقي 35، او ممكن اعملها كمان 45 50 60، بعدها تتنطط، فدي برضو علامه. يبقى ايه ده؟ ده احنا طولنا في الاي تي بي شويه لانه ايه مشهور شويه. يبقى دكتور، اول حاجه دكتور سؤال لو سمحت. اتفضل انت. هلا يعني لو ساءت الحالة ممنوع برضه نعطي بليتلتس للمريض؟ بتقول ايه يا دكتور؟ لو ساءت حالة المريض، يعني انت حكيت العلاج نعطي سترويدز دراج. لا لو سائل بقى، ده بقى ده مش اي تي بي بقى، يبقى ممكن اه يكون حاجه ثانيه بقى، وممكن نحتاج مره بقى عشان نشوف هل ده مثلا. فهو على فكره الثرومبوسيتوبينيا دي ممكن تكون مانيفستيشن اوف اكيوت اي اكيوت ليكين ممكن، بس احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنمشي معاه ونشوف وكذا، واذا مشيت زي ما احنا كاتبين كده بيبقى اي تي بي، وده بيبقى كتير من كل مثلا 100 واحد هيجي 99 هيحصل لهم كده. لو كده ممكن بقى ندخل في بوم مارو ونشوف بقى ليه الواد ده ما بيستجبش. فده الاكيوت اي تي بي، حلو. ده اول حاجه من الاسباب، احنا قلنا اول حاجه نقص البليتلت نتيجه اللي ما بيطلعش زي الليفر والابلاستيك والى اخره، ونتيجه الدستراكشن، اول دستراكشن كان اميون لهم الاي تي بي. تاني حاجة هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل ان الواحد بياخد هيبارين، سبحان الله بقى من يوم الخامس للعاشر الهيبارين، او من يوم الخامس ل 15 الهيبارين بيبقى البليتلت حواليها، ده الهيبارين اهو يمسك في حاجة اسمها بليتلت، البليتلت حواليها بليتلت فاكتور 4، بليتلت حواليها بليتلت فاكتور 4 يمسك فيها الهيبارين، الهيبارين مع البليتلت فاكتور 4 ينشط انتي بودي، الانتي بودي دي تروح تمسك هذا الهيبارين، البدل بيت على بيت الفلتر 4 دي ليبرين، ليبرين مسك بيت الفلتر 4 على البتاع، جه انت بودي يمسك فيهم يوم الاثنين، عمل حاجتين، كسر البليتلت بتاع الثرومبوسايتوبين، عمل اكتيفيشن للبليتلت وطلعت ومش عارف ايه، قامت سد الدنيا وعملت ثرومبوز. فده مرض اسمه ايه بقى؟ هيبارين انديوز ثرومبوسايتوبين اند ثرومبوزيس. ايه بقى المرض ده يا دكاتره؟ ده واحد ياخد هيبارين من يوم الخامس لليوم 15، قام حصل له جلطات او حصل له ثرومبوسايتوبين، دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ نتيجه الحاجات اللي انا قلتها لكم ديت، ده على طول بسرعه نوقف الهيبارين على طول ونديله اي حاجه تانية انتي كواجولانت تاني لو بياخده لسبب يعني. من المهم برضو ان انا اعمل سي بي سي اول ما العيان ياخد، قبل ما ياخد الهيبارين، وكل 3 ايام اعمل له سي بي سي عشان اشوف هيدخل في الموضوع ده ولا لا. تمام، ده من ضمن الاسباب الاميون اللي ممكن تضرب تقلل الهيبارين. من ضمن الاسباب برضو حاسبه السيستميك لوبس اريثروماتوز، ده مرض مناعي، ده بيبقى شكله له كرايتيريا كده للتشخيص، من ضمنها ان ممكن يقل فيها البنت. من ضمنها برضو الاتش اي في، الاتش اي في ممكن يروح يكسر ويطلع حاجات مناعيه تضرب البنت. النيونيتال ايزوثرومبوسايتوبينيا، ده بيحصل ايه؟ واحد عنده بليتلت انتيجين 1، بليتلت اي 1 انتيجين، البليتلت ده انتيجين مش موجود كتير في التعبير، موجود بس في 1% على اعتقد من البشر. لو انا مثلا بديله ار بي سي، طبعا احنا لما بنيجي نعمل ننقل دم هل بنشوف فصيله البليتلت؟ لا، بنشوف فصيله الدم والار اتش والكلام من ده بس، ما بنشوفش البليتلت. قال لك ممكن تصور لو واحد عنده بليتلت انتيجين 1 ممكن تيجي تدي له واحد تاني سالب، فيقوم مطلع انتي بودي يقوم ضربه ويعمل تكسير للبليتلت. اه بتحصل.
طبعا مش قليله طبعا. دراجز، في دراجز زي السلفا والاستروجين الاسبرين، كل الحاجات دي يا دكاتره ممكن تعمل ايه؟ يبقى الاميون ايه تاني؟ اي تي بي، هيبارين، سيستميك لوبس، ممكن واحد عنده اتش اي في، واحد عنده نيونيتال، واحد جاي يعمل يركب دم حصل له ثرومبوسيتوبينيا. لا انت ايه يا ابني، انت نيونيتال ثرومبوسيتوبينيا ولا ايه؟ او عارفين كمان بيحصل ايه؟ او هي بوست بلاد، اسمها بوست بلاد ترانزفيوجن ثرومبوسيتوبينيا. او ممكن بتحصل مع لو الاب، لو الابن بليتلت انتيجين 1 بوزيتيف والام، او الام بوزيتيف والواد نيجاتيف، زي الار اتش كده بالظبط. يوم الام مدياله بتاع، يوم مكون انتي بودي، الانتي بودي دي تقوم ايه مكسره البليتلت بتاعه. طبعا الكلام ده مش مشهور قوي طبعا، لان مش زي الار اتش ده مش عارف بين 15% من الار اتش بوزيتيف وار اتش نيجاتيف، لكن هنا بتبقى قليله جدا.